مع فاطمة كراي. تونس تغرق وجماعة قلك أعطيني شوية للقطوسة. ما فماش شك أنه تونس اليوم في أحلك فتراتها وفي أخيب فتراتها، لا من حيث الاقتصاد المنهار ولا من الفقر اللي استشرى ولا من الفساد اللي ساد، وماكش تلقاو في أثار للي قاموا بهالجرائم الكل. كل شيء خلاوها على الحديدة، واليوم هما بيدهم اللي أجرموا في حق البلاد يعرفوهم الناس الكل، الشعب الكل يعرفهم مليح، لكن بلا دليل واحد ضدهم اليوم كيف تحبش تقدمهم للمحاكم. خدموا خدمة شواطن، خلاو حتى شيء يدينهم ولا يشينهم. اليوم ولاو يصنعوا في الأخبار زادة في الفيسبوك، كيف تقرأ وتطلع على اللي فيه تقول سيء، النظام طاح والرئيس مشي على روحه والبلاد لا فيها لا مزاز ولا مراح، وكل واحد من التوانسة تايه ويصيح ويسأل ويزيد السؤال، البلاد أش بيها؟ وين ماشين؟ وين هزينا؟ واش فما في بلادي؟ هكا المهاجر التونسي بالصوت ينادي. الشعب ما عاد عارف الصحيح من الغلط، ما يشوف كان الفقر طالع والاقتصاد هابط والأخبار اللي طالع كل يوم زيادة في الأسعار، الوضع الصحي مريض، المدرسة في خطر، السوق المالية منهارة، والناس ضيعت البوصلة، وما عادش يعرفوا شكون اللي غرقهم ولا شكون اللي باش ينجيهم ولا شكون اللي يمكن يمنعهم. البارح في تونس زارنا بشكل غير معلن المدير العام للخزينة في فرنسا، نعم المدير العام للخزينة الفرنسوية إيمانويل مولان، واللي هو في آن واحد رئيس نادي باريس الشهير، واللي هالنادي هذا يتعداو قدامه الدول اللي ما قدرتش تخلص ديونها وما تقدرش تتسلف من جديد. اليوم اللي أجرموا في حق تونس هما معروفين، لكن قضائياً ما تقدر تشد عليهم حتى جريمة، بل بالعكس السيد هذا اللي جاي يزور قاعدين يروجوله ويقولوا البلاد هاي قاعدة تنهار وسعيد مش قاعد يعمل في حتى شيء. هذه دولة بروت بروت، وهذه تونس اللي ولات حيطها مايل، تجتمع عليها الدول ويطلعوا يهبطوا ويقيسوا ويغيسوا باش يقرروا قديش من توانسة يلزمهم يخدموا، قديش من توانسة يلزمهم يأكلوا، وقديش من توانسة يلزمهم يمشيوا للبطالة. المشكل هوني هو التالي، علاش الرئيس اللي خذا كل الصلاحيات يوم 25 جويليا يهز على كتافه هالمشاكل والأزمة هذه اللي قاموا بها الآخرين؟ تكون شي الحكاية فيها إعفاء للي دمروا تونس لأنهم محميين من الخارج بأن لا محاسبة ولا تجريم، وأنه اللي قرر 25 جويليا هو اللي هز على كتافه كل شيء. اليوم فما دفع للناس باش كل واحد يعمل قانون الروحه ويحل مشكلته مع الدولة طريقته من خلال الاحتجاجات العشوائية ومن خلال التدمير والتكسير، وهذه أسوأ مرحلة ممكن توصل لها دولة. اليوم بعد الزيارة لتونس الرئيس نادي باريس البحث الحلول الموجعة، وإحنا دول عمرنا نسمع بها موجعة، نحب نقول لكم اللي هالحلول الموجعة اللي قدموها لنا العالم وقدموها أولاد بلادنا قبل كل شيء اللي باعونا للعالم، هي تتألف من الترياق الذي لا يطاق. قال لك هذا الدويل تونس والفرج على الله، أما شكون عمل وشكون خلاها في هالوضعية فهذا موضوع قديم ماذا بكم ما تعودوش ترجعوا عليه.